ولم يأل العربي القديم جهدا في الاهتمام بخيله وتعليمها فنون القتال وخوض غمرات الحروب بشجاعة وبسالة. فهذا عامر بن الطفيل يدرب حصانه المزنوق على عدم التقهقر أو الفرار في المعركة، فيقول: إذا زور من وقع الرماح زجر توفو وقلت له رجع مقبلا غير مدبر، وأنبأته أن الفرار خزاية على المرء ما لم يبلي عذرا فيعذري. ألست ترى أرماحهم في شرعان وأنت حصان ماجد لعرقي فاصبري. الآن ركز بثلاث أبيات هذه مرة ثانية، اسمعها تؤكد النقطة اللي كنت دائما أتكلم عنها، وهي أن الروغان أو الفر باختيار الحصان، الحصان يهرب عن الشيء، من أكبر العيوب عند العرب قديما في المعركة. إنك أنت تفر بالحصان تهرب فيها تحكم، أما أن الحصان يروغ عن المكان اللي خايف منه أو يفر فر، هذا من أكبر العيوب. والدليل قدامك أو أحد الأدلة قدامك في القصيدة أن الراكب ينتقد الحصان على هذا الفعل ويعلمه على عدم تكراره أو على عدم فعله، اللي هو البيت الثاني: وأنبأته أن الفرار خزاية على المرء ما لم يبلي عذرا فيعذري. إذا زور من وقع الرماح زجرته وقلت له ارجع مقبلا غير مدبر، وأنبأته أن الفرار خزاية على المرء ما لم يبلي عذرا فيعذر. ألست ترى أرمحهم في شرعا وأنت حصان مجيد لعرقي فاصبري. إذا زور من وقع الرماح زجرته وقلت له ارجع مقبلا غير مدبر، وأنبأته أن الفرار خزاية على المرء ما لم يبلي عذرا فيعذري. ألست ترى أرمحهم في شرعا وأنت حصان مجيد لعرقي فاصبري.